السلام من الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مع الرسالة اليومية لليوم الثاني من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول، والذي تحتضنه بتوقيت واحد كل من جامعة العميد ومجموعة العميد التعليمية في كربلاء المقدسة. سنوافيكم بتفاصيل المؤتمر العلمي الذي حمل شعار الحسن والحسين عليهما السلام: إمامان قام أو قعدا فكونوا بالقرب. هذا اليوم هو اليوم الثاني لأسبوع الإمامة، هذا الأسبوع الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة بالتوجيه من سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزة. حقيقة هذا اليوم هو يوم اختص بالإمامين الحسن والحسين عليهما السلام. هذا اليوم له مجموعة من الفعاليات التي تصاحب الفعاليات العلمية. شارك في هذا المؤتمر أكثر من 30 بحث خضعت للتقييم العلمي، سيصعد للمنصة لإلقاء 12 بحثا. دول المشاركة هي أكثر من دولة، يعني بين مصر ولبنان وإيران وسويسرا، أيضا هناك بحثين أجنبيين دخلت في ضمن دائرة الأبحاث التي قدمت لهذا المؤتمر. وهذا المؤتمر ليس فقط للعراق أو فقط للشيعة، لأن الأئمة يبينون الأئمتنا يبينون الإسلام، فما يحتاج الناس إليها من عقائد، من أخلاقيات، من أعمال، ما يرتبط بصلاح أمورهم. رأينا كل خير والحمد لله رب العالمين. كان مؤتمرا ثقافيا جامعا خطط له بمنتهى العناية والتأودة، كانوا يلمون بأبعاد نظرية مهمة جدا في كل مؤتمر، في المقدمات العامة وسن اختيار المؤلف أو الناشر أو الباحث أو المشارك، جلاء العناوين المطلوبة والمفروضة، دوران حول الحلقة الأساسية التي خطف لها في هذا المنهج في إنشاء المؤتمر. يعني الشخصيات كانت ملمة مجيدة. لكن إنصافا من المؤتمرات التي لها حيوية خاصة، نكهة خاصة، وهذا المؤتمر الكريم الشريف الذي يدور حول محور الإمامة وأمثال هذه المؤتمرات تنادي باسم الوحدة. شاركنا في بحثنا لليوم الثاني بخصوص الإمام الحسين روحي له الفداء. عنوان موضوع بحثنا كان تحت مسمى الإمام الحسين عليه السلام والتأكيد الشديد وأسباب زيارته في الروايات. لنا الشرف والسرور بالحضور في رحاب جامعة العميد ونحن نشارك في مؤتمر الإمامة الدولي الأول في مدينة كربلاء المقدسة، المدينة العزيزة على كل العراقيين. ومشتركين نحن في بحث ضمن أعمال هذا المؤتمر وممثلين عن جامعة تكريت. شاركت ببحث موسوم الثنائيات الضدية في نثر الإمام الحسن عليه السلام الخطاب أنموذجا. حقيقة أنا لأول مرة أشارك في هذا المؤتمر، أعجبني جدا التنظيم، طريقة استقبال الضيوف، طريقة متابعة وصول الباحثين إلى المؤتمر والإطمئنان على سلامة وصولهم، فضلا عن التنظيم الممتاز جدا لفعاليات هذا المؤتمر.
جلسات للبحث والتفسير والتحليل لمناقشة منهجية إمامة السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، إمامان قاما أو قعدا، لعدد من الباحثين العرب والأجانب، فكونوا بالقرب. اليوم هو اليوم الثاني بالجلسات البحثية، واليوم الثالث في المؤتمر. واليوم هناك جلستين، جلسة في جامعة العميد عن الإمامين الحسن والحسين عليهم السلام، إمامان قاما أو قعدا شعار المؤتمر. وهنا في قسم التربية والتعليم جلسات مؤتمر اللغة الإنجليزية. البحوث باللغة الإنجليزية لا تختص بإمام معين، هناك بحوث تختص بالإمام علي عليه السلام، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام السجاد، بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. اليوم الحمد لله إن شاء الله هناك 15 بحث أو 16 بحث للمشاركة، وهناك بحوث من 4 دول أجنبية اللي هي المملكة المتحدة، زائدا كندا، زائدا إيران والهند، إضافة إلى الجامعات العراقية المختلفة. الدراسة اللي قدمتها والبحث اللي قدمته هي دراسة لغوية تخص تحليل الخطاب. اختاريت توقيعات الإمام المهدي اللي ما مدروسة يعني لغويا in English، يعني ما مدروسة باللغة الإنجليزية، واختاريت 3 رسائل من التوحيد، علم التوحيد، لأنه الرسائل مصنفة إلى حسب المحتوى مالتها، فاختاريت 3 رسائل وقمت بتحليلها. طبعا جهود مشكورة، وأكيد هذا السعي هو فريد من نوعه لأنه غير مسبوق، وخاصة أنه هذه الأمور غير مطروقة فرضا في الجامعات العراقية على مستوى الدولة أو الحكومة. ممكن أنه نستفاد من جهود الباحثين اللي عندهم تطلعات أكثر من أن يكونوا أساتذة جامعيين فقط، وإنما باحثين عن التطور وعن الحقائق المخفية داخل بطون الكتب. لهذا السبب هذه المبادرات طبعا جدا مشكورة، وجدا سعي رائع وفريد من نوعه، وهنالك شجاعة. أنا صراحة كأحد الضيوف الحاضرين للمؤتمر، إحنا مجموعة من جامعة واسط قسم اللغة الإنجليزية 6 أساتذة حضرنا كضيوف هذا المؤتمر، لكن إن شاء الله نسعى طالما أنه للمؤتمر الأول أن نكون مشاركين في المؤتمر القادم. عادة المؤتمرات الأولى ما تكون عالية التنظيم باعتبار تجربة أولى، لكن صراحة فاجأني التواجد اللي موجود، عدد المشاركين الموجود، جنسيات المشاركين، تهيئة القاعات، القاعة رائعة جدا، حسن التنظيم، حسن الاستقبال، حسن الضيافة، الاهتمام بالتوقيتات كانت رائعة جدا صح. البحث اللي قدمته هو بحث لغوي عن الإنصاف والعدالة في أقوال الإمام علي عليه السلام. تم اختيار بعض الأقوال وأخضعها إلى موديل نقدي، حيث تم التعامل مع أيديولوجية الزهد وتحليلها في هذه الخطابات. الحقيقة كان تنظيم جدا مبهر، يعني من ساعة وصولنا لغاية هاي اللحظة تنظيم على مستوى عالي جدا، وخصوصا احنا اليوم عندنا ايضا ضيوف من جامعات غربية، من أوكسفورد عندنا، من إكستر، من كندا، من جامعة تورنتو، فشي كان كلش راقي. فرحة ليس واحدة، فرحتان، الفرحة في عيد الغدير والفرحة في إقامة هذا المؤتمر الدولي. كثير من الناس الباحثين الأجانب وجميع المحافظات والإعلام الدولي ينقل هذه المناسبتين في آن واحد،
وهذا ما يجعل قلوبنا تفرح بإقامة هذا المؤتمر في هذه المناسبة السعيدة. نحن لا نستطيع أن نصف صراحة، والكلمات تقف عاجزة عن وصف التنظيم الرائع، ونشكر القائمين على هذا المؤتمر لتنظيمهم مثل هذه مثل هذا الحدث. أناس كثيرون من مختلف أنحاء العالم قادموا للمشاركة في المؤتمر والاحتفاء بتولية الأئمة والإيمان المقدس بهم. هذا هو اليوم الثاني من النشاط الممتد على مدى أسبوع والذي يعقد هنا في كربلاء، وكل شيء هنا رائع، وأنا إحدى المشاركات فيه. وأنا أحتفي في مناسبات كهذه لأنه في بعض الظروف في بلد معين وفي مجتمع معين أشدد على حقيقة المعتقدات ملياري مسلم حول العالم. أعتقد إن انتشار الرسالة المقدسة للأئمة والأنبياء من قبلهم، حيث يكون السلام محورها، يجب أن يحتفى به. تلك الرسالة التي تتركز على السلام والعدالة والتعايش. أنا أتطلع إلى الدورة الثانية من المؤتمر. في أي وقت سيتم انعقادها سأكون مشاركة بكل تأكيد مرة أخرى. شكراً. انتهاء اليوم الثاني بجلساته في جامعة العميد ومجموعة العميد التعليمية كان مسكها محفلاً قرآنياً في ضريح المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. ومع انتهاء اليوم الثاني سلم اللواء لليوم الثالث غداً. حتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.